مخاوف من ازدياد قضايا ازدراء الأديان، أهالي الناصرية سكان خارج الحياة، ونادر بكار يكشف حقيقة ما جرى داخل حزب النور. هنا العاصمة مع لميس الحديدي. مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده هنفتح ملف حزب النور او التصالح في حزب النور. اخيرا الفريقين تصالحا وذهب الى لجنه شؤون الاحزاب وسحبوا شكواهم، وعاد عماد عبد الغفور رئيسا للحزب، وستجرى انتخابات في الحزب. النهارده هيكون معنا الاستاذ نادر بكار المتحدث الاعلامي باسم حزب النور، ويقول لنا ما بعد المصالحه، ايه مشاكل، ايه ما حدث في الخلاف، هل ترك الخلاف شقاقا او شقا في النفوس ولا لا، مين اللي صنع هذا الخلاف ومين اللي صالحهم على بعض، وما بعد الصلح ومستقبل حزب النور. حزب النور من الاحزاب المهمه جدا في الساحه السياسيه، نتمنى له كل النجاح، ونتمنى الحقيقه الاحزاب ان تبقى قويه كي يكون او تكون لنا حياه سياسيه صحيه وقويه. ده هيكون في النصف الثاني من هذه الحلقه. في النصف الاول هنذهب بكاميراتنا إلى الأسكندرية وإلى منطقة الناصرية، منطقة خارج حسابات الزمن وخارج حسابات الصرف الصحي والمية وكل الكلام ده، منطقة بيعيش أهلها أو بيعيش سكانها تحت، مش تحت خط الفقر، يعني تحت خط الفقر. منطقة الحقيقة الصور اللي قدامنا دلوقتي، يعني بعض الصور لمنطقة الناصرية اللي هنكون معاكم ومع أهلها على الهواء مباشرة زي ما وعدناكم. كاميراتنا مش بس في القاهرة ولكن تتجول في المحافظات، وننقل لكم على الهواء مباشرة. ده عملناه كذا مرة، وسنبقى كل أسبوع نذهب إلى منطقة نشوف أحوال الناس ونشوف أحوال المصريين. ايضا هنتابع رصدنا لملف الميت يوم. امبارح تابعنا خطاب الدكتور مرسي واتكلمنا على ازمه الخبز او على ملف الخبز. النهارده هنتكلم على ازمه الطاقه، ونشوف هل ما قاله الدكتور مرسي حول الطاقه يشعر به الناس. دكتور مرسي قال ان حوالي 70 او 75% من ازمه الطاقه انتهت، وإن الوضع يسير إلى الأفضل. نشوف الناس هل بالفعل الناس تشعر بتحسن في ملف الطاقة ولا لا. وبمناسبة ملف الطاقة، النهاردة بيان من وزارة الكهرباء أن محطة الكريمات، وهي كبرى محطات الكهرباء في مصر، قد تكون خارج الخدمة لفترة. إيه السبب؟ أن وزارة البترول أرسلت لوزارة الكهرباء خطابا، ودعا الخبر على عهدة اليوم السابع، أن وزارة البترول أرسلت لوزارة الكهرباء خطابا تقول فيه أنها لن تستطيع أن تزود المحطة بالمازوت لمدة 5 أيام بدءا من الغد. جت وزارة الكهرباء قالت بقى إيه، وأنا مالي، أنا بدون المازوت مش هشتغل، فأنا بقول يا ناس أهو أن أنا احتمال أضطر إلى أن محطة الكريمات، وهي كبرى المحطات في الكهرباء، يعني قد تفقد قدرتها على العمل، وبالتالي نفقد طاقة من أهم طاقات المولدة للكهرباء في مصر. وقالت كمان في بعض برضو التصريحات على اليوم السابع ان الازمه قد تتسبب في تاكيل الوزاره والشركه القابضه لكهرباء مصر لخطتها للاسعافات الثالثه لاجل غير مسمى، وانها كانت بتحاول تضيف 105,350 ميجا وات في اطار خطه لحد 2027، وانه يعني في ازمه، وان احنا بندعو المستهلكين والناس ان هم يخفضوا الاستهلاك لاننا احتمال نعمل تخفيف احمال. طبعا السواد اللي على الشاشه ده سواد قديم مش سواد جديد، بس احنا بنقول ان احتمال نشوف السواد الجديد ده بسبب المشكله والازمه اللي بين وزاره البترول ووزاره الكهرباء.
والحقيقة الموضوع غريب شوية. هل وزارة الكهرباء بتحاول تغسل ايديها من الموضوع؟ طب وزارة البترول عندها مشكلة، عندها مشكلة، ما عندهاش كاش، مش قادرة توفر المازوت اللازم لهذه المحطة. على فكرة كريمات ما بتشتغلش بالمازوت، كريمات بتشتغل بالغاز. هل عندها أيضا مشكلة غاز؟ ممكن تكون وزارة البترول عندها مشكلة، لكن هل محطة الكريمات هي المحطة الوحيدة العاملة في مصر؟ وده سؤال الحقيقة بنوجهه للسيد وزير البترول، وزير الكهرباء. احنا الحقيقة حاولنا اتصال بمسؤولين في وزارة الكهرباء نفهم بس البيان ده، انتوا بتهددونا بقطع الكهرباء ولا بتقولوا لنا ايه بالظبط؟ ما عايزين نفهم، ولا الوزارات ابتدت ترمي على بعض، ترجع تاني تقول لا ده وزارة البترول، وزارة البترول لا تقول ده وزارة الكهرباء. ما احنا عايزين نفهم القصة. نفترض ان وزارة البترول ما ادتهمش المازوت، نفترض الكريمات لا تعمل بالمازوت، المازوت ده احتياطي، الكريمات تعمل بالغاز، ايه مشكلتك؟ عندك مشكله في الغاز؟ ده سؤال. السؤال التاني، طيب اذا حصل ان الكريمات، محطه الكريمات خرجت من الخدمه، هل حضرتك ما عندكش وسائل بديله؟ هل ما عندكش طاقه بديله في محطات اخرى؟ الجو ما بقاش حر قوي، يعني ما احناش في درجه الحراره الفظيعه يعني بتاعه اغسطس مثلا ويوليو. هل ما عندكش خطة بديلة، خطة طوارئ، ان انت افرض ان محطة خرجت خارج الخدمة لمدة 5 ايام، اي مشكلة حصلت، اعطال، صيانة، وقعت، اتسرقت، اكيد عندك خطة بديلة. والسؤال الثالث، اذا كان الوضع بهذا السوء، هو انت ليه بتصدر كهرباء؟ هل فاينانشلي كده الفلوس اللي بتجيلي من تصدير الكهرباء تساوي المشاكل اللي عندي؟ يعني الدولارات، انا عارفه ان انت محتاج دولارات في الحكومه، والدولارات دي بتسدد اقساط وما الى، فاهمين ان الدولارات دي عائد اساسي جدا، لكن هل الفلوس دي بتساوي المازوت اللي انت بتستورده؟ ده سؤال لازم تتحسب حسبه يا جماعه، 1+1=2، هي حسبه واضحه. حجم التصدير، انت بتصدر كهرباء للاردن وبتصدر كهرباء لغزه، طب غزه مش هنقدر نوقف تصدير الكهرباء فيها لاننا مصر مسؤوله عن قطاع غزة ونشعر بالمسؤولية تجاه الفلسطينيين، ماشي، بتصدر كهرباء للأردن، هو سؤال استراتيجي، هل لازم تفضل تصدر كهرباء إذا كانت لديك هذه الأزمة؟ الحقيقة ما بحبش يعني في بيانات كده بشعر فيها إن الحكومة أو الوزارات، ده من زمان، ده مش حاجة جديدة يعني، بترمي التبعية على بعض. أسئلة نتمنى إن المسؤولين في وزارة الكهرباء يردوا علينا في هذه القضية. ليه بتصدر كهرباء؟ هي محطة الكريمات لو خرجت ما عندكش خطة تانية، وهي أصلا كريمات ما بتشتغلش بالمازوت، بتشتغل بالغاز. ونتمنى أن ما يحصلش قطع كهرباء، وما النايت مير أو يعني الكابوس اللي كنا عايشين فيه في رمضان ما يتكررش تاني. الحقيقة أنه كان في منذ عدة أيام أنا كنت طلبت من هذا المنبر السيد وزير الدفاع بالإفراج عن مجموعة من الحوارات الهامة التي يعني كانت موجودة في إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة. هذه الحوارات 13 حوار مع قيادات القوات المسلحة، وكانت مركونة على الرف. الحقيقة أن أنا بشكر سيادة الفريق أول السيسي لأنه استجاب لهذا النداء، وبالفعل هذه الحوارات يتم مراجعتها الآن، ونتمنى أن احنا نكون من أوائل الناس الحاصلين على هذه الحوارات، لأنها الحقيقة كنز، كنز مش كنز إعلامي بالنسبة لنا، ولكنها كنز للوطن وللناس، إنها تسمع قيادات حرب أكتوبر الذين للأسف لم يبقى منهم أحد على قيد الحياة، نسمع ماذا كانوا يقولون. هذه حوارات يعني نادرة جدا، أنا في انتظار أن يفرج عنها قريبا. ومعي على الهاتف سيادة اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، واللي أعتقد كان هو المشرف على هذه الحوارات. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير أستاذة لميس. قل لي قصة هذه الحوارات بقى، ال 13 حوار اللي حضرتك أشرفت عليهم. طب احنا بس نصلح معلومة صغيرة، إن هي ليست حوارات ولكن هي دوكيومنتري فيلم، أفلام تسجيلية. القصة بدأت إن احنا في بداية لما أنا توليت الشؤون المعنوية كان هدفنا إن احنا نعمل فيلم عن حرب أكتوبر. وفعلا اتفقنا مع أستاذ معنوي عكاشي الله يرحمه، وعملنا عقد معاه، ولكن بعدها بمده الدنيا هاجت ان اسامه ده ناصري، فتوقف
فكرة الفيلم بعد ما كنا جبنا مجموعة كبيرة جدا من الخبراء برئاسة الله يرحمه المشير محمد علي فهمي. والفيلم لما توقف قلنا لازم نفكر في حاجة تانية. كان أياميها في مجموعة بتطلع في التلفزيونات خاصة بأفلام وثائقية عن الحرب العالمية الثانية. ومن هذا المنطلق قعدنا وخططنا ل 13 فيلم ب 13 مخرج. الفيلم لا كل مخرج منفصل من كبار مخرجي مصر. الفيلم من الحلقة الأولانية كانت على النكسة. ثم عملنا 4 حلقات عن حرب الاستنزاف، ثم 4 5 حلقات عن العبور، وكان آخر حلقتين واحدة عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر من الناحية العسكرية، والحلقة الأخيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. سجلتوا مع مين يا سيادة اللواء؟ بصي، جميع قادة القوات المسلحة اللي كانوا أياميها موجودين. سعد مأمون الله يرحمه قائد الجيش الثاني، فؤاد عزيز غالي قائد الجيش الثاني، عمنا مواصل قائد الجيش الثالث، كان كل الناس موجوده سجلنا معاهم. وجينا وقعنا في مشكله، كان الفريق الشاذلي، الفريق الشاذلي طبعا عمل التوجيه 41، رئيس اركان حرب القوات المسلحه، قاد في حرب الاستنزاف، وقاد المعركه في حرب اكتوبر، وكان لازم نسجل معاه. طبعا القياده السياسيه كانت واخده منه موقف يعني كبير جدا، سكنته وكانت قصه عشان قضية الثغرة، هل هو مسؤول عن الثغرة ولا مش مسؤول عن الثغرة، القصة دي كلها. لا هو كان الثغرة عشان طلع كتاب وهو في ليبيا عن الحرب اكتوبر يعني. المهم احنا وبلجان كان خرج، وانا قلت مشير ده فيلم تسجيل تاريخ مصر، مش موعود ما نحطوش. وفعلا طلعنا سجلتنا معاه، وسجلنا معاه في اسكندرية في بيته على الكورنيش، وحتى هتلاقي التسجيلات ان شاء الله لما تطلع هتلاقيه هو قاعد متصور جوه الصالون بتاعه، وبعدين طلعنا في البلكونة والبحر ورانا. واعتقد ده التسجيل الوحيد فقط اللي اتعمل للفريق سعد الشاذلي. كل القاده اتكلموا، يمكن 2 اعتذروا. محمد حسنين هيكل الكاتب العظيم الكبير رفض وقال لي بص انا لو عملت تسجيلات صفوت شريف مش هيذيع الافلام دي. ايضا المشير ابو غزاله لانه كان قائد مدفعيه الجيش الثاني في حرب الاستنزاف وفي الحرب وفي العبور، برضه اعتذر برضه بسبب صفوت شريف. انما غير كده اتسجل مع كل القاده، وطبعا دي افلام تسجيليه يعني، بس الصوره مع المكان مع صور فوتوغرافيه. طب اذا كانت بالروعه بصراحه اللي حضرتك بتشرحها دي، ليه ما خرجتش للحياه في الفترات السابقه يعني، حتى في اي احتفال لاكتوبر سابقا؟ لان ما تسجلش طبعا لقائد القوات الجويه في هذا الوقت الفريق حسني مبارك. ما كانش في توقيت انه يسجل، فما سجلناش، فبالتالي فضلت محبوسه عشان ما كناش هنقدر. انت عارفه كان في مشكله كبيره كانت حصلت ايام حائط البطولات، الفيلم بتاع حائط البطولات، ممدوح الليثي اعلن ان هيبدا تصوير حائط البطولات، الدنيا هاجت بالاتحاديه واتقلبت، انتوا عملتوا فيلم عن بتاع ايلات وجايين تعملوا الدفاع الجوي كمان يعني البحريه والدفاع الجوي، يعني القوات الجويه ما عملتش حاجه، فبالتالي ده اللي عطل خروج الافلام. لكن لما انت طبعا اتكلمتي وطلبتي للست فريق السيسي، فهو اتصل بيا وقال لي احنا نطلع الافلام فورا ونشوفها، هي بتتراجع دلوقتي طبعا معموله بقى 14 سنه تقريبا يعني. طبعا حتى كلها اليوماتيك اللي هي الافلام القديمه، فبتتراجع دلوقتي وبنشوفها صلاحيتها هندسيا، وان شاء الله شعب مصر العظيم يشوف كل الناس. واحنا جايبين مثلا صلاح فهمي نحله اللي هو الراجل اللي عمل يعني اختار يوم 6 اكتوبر ومن الساعه 2 الظهر، لان دي كانت بندور عليه صلاح فهمي نحله ده. والله يا ريت تجيبوه، لان الراجل ده اتظلم اتظلم فعلا يعني. انا ببحث عنه الحقيقه، اتمنى لو سمعني يعرف يتصل بينا الحقيقه. وبرده في واحد لازم تجيبوه، لان ده وانا مدير السوق المعنويه انا جبت صلاح فهمي نحله واتكلم. العقيد احمد نبيه، معرفش هو طبعا ايه دلوقتي وفين، هو كان ده اللي عمل يا لميس خطه الخداع الاستراتيجي، ده اللي عمل الخطه ان العساكر تلعب كوره من الصبح يوم 6 اكتوبر على الميه وبتاع ويفردوا بطاطين ويمصوا قصب، ده اللي امر بان احنا نعلن عن اعلان هيكلي للعمره وتحرك القوات وادخلها. الراجل ده الناس دي ظلمت ولم تكرم تكريم مظبوط. ايضا في ناس لم تكرم اللي هم ناس اشتغلوا مع سعد الشاذلي اللي عملوا التوجيه 41، لان القياده كانت قلب على سعد الشاذلي، فالناس دي حوالي كانوا 14 ضابط هم اللي عملوا ال 12 موجه بتاعه العبور بالعسكري
رقم كام في القارب، رقم كام تخري 12 موجة، فين قائد الكتيبة وفين قائد اللواء وفين وفين الناس دي، لان عشان سعد الشاذ الظلم فالناس دي مظلومة. فكل ما معه القيادة العامة تبقى تكرم الناس دي، لان الناس دي مطلوب فعلا انها تاخد حقها. ده حقيقي. والحقيقه يعني لما دكتور مرسي امبارح كان بيتكلم على جرحى وشهداء ثوره 25 يناير، قلنا يا جماعه وماذا عن شهداء اكتوبر، وماذا عن جرحى اكتوبر، وماذا عن ابطال اكتوبر؟ دول لهم يجب ان يكون لهم تكريم خاص، ويجب ان يساووا ب 25 يناير وما كانوش اكتر بصراحه، لانه حقهم علينا اكبر بكتير. أنا بشكرك سيادة اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، وبحجز حقي بقى في هذه الشرايط، وربنا كريم إن شاء الله وتكون معانا الشرايط دي كنز الحقيقة، أن نرى ونسمع من قادة العسكرية المصرية على مر التاريخ ماذا قدموا لمصر. حرب أكتوبر مش بنحتفل بيها بس يوم، مش بنحتفل بيها بس في الاستاد، بنحتفل بيها في أعمالنا وفي نفوسنا وفي ضمائرنا وفي ضمير الأمة. بشكرك يا سيادة اللواء، بشكر الحقيقة الفريق السيسي على هذه الاستجابة السريعة جدا، ده اللي عهدناه منه. دكتور عمرو خالد، في إفريقيا يجوب مجموعة من العواصم الإفريقية مع صناع الحياة، يا ترى ليه؟ إيه دخل صناع الحياة بإفريقيا؟ ونسمع من الدكتور عمرو خالد، أعتقد أنه الآن في إثيوبيا. دكتور عمرو مساء الخير. دكتور عمرو، أهلا بيك. أهلا بيك. بتعمل إيه في أفريقيا دكتور عمرو حضرتك وصناع الحياة؟ لا والله احنا مش انا وصناع الحياة فقط، ده وفد رسمي شعبي، يمكن صناع الحياة هم ال يعني شكل الاساسي للوفد دون، لكن هو وفد من الخارجية المصرية يرأسه يعني السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية، واول مرة وفد شعبي رسمي يروح لدول حوض النيل، مش عشان يتخان معاهم على المية، ولكن يقول لهم ازاي نساعدكم في موضوع التنمية، ازاي نقدم الخبرات اللي عندنا كمجتمع مدني يساعد المجتمع المدني اللي عندكم، ازاي نعمل لكم موضوع المحو الأمية، ازاي نبني مدرسة، ازاي نعمل قوافل طبية، لان معانا اتحاد الأطباء العرب كمان، ازاي نقدر نساعدكم حتى لا تختزل العلاقة في موضوع المية، لان لا يمكن هنحل مشكلة المية بمعزل عن العلاقات الاخرى اللي تحسس الافارقة ان احنا مهتمين بتنميتهم. فاحنا في وفد رحنا اوغندا ورواندا وجنوب السودان واثيوبيا، بنقابل في كل بلد من دول وزير الشباب، وزير الاعلام، وزير الصحة، وزير التعليم، نائب رئيس الجمهورية، نعمل شراكات واتفاقيات. على سبيل المثال مثلا تتبني مدرسة لصناع الحياة في كل مكان من الدول دي، يدونا هم الأرض وتبقى مدرسة انترناشنال. على سبيل المثال هنستضيف بالاتفاق مع الدكتور أسامة ياسين ووزارة الشباب وفود من الدول دي يعملوا معسكر مع صناع الحياة في معسكر أبو قير في اسكندرية، 50 من كل دولة هنتكفل بيهم علشان يحصل بناء للجسور، لأن بمنتهى الصراحة هم ينظروا لنا ان احنا مش عايزين منهم غير الميه، ولا يمكن هنحل مشكله الميه الا بتواصل بعلاقات اخرى. طب حد ممكن يعني ممكن حد وهو بيسمع حضرتك يقول طب يا دكتور عمرو ما تركز جهودك داخل مصر، يعني محو الاميه والتعليم والكلام ده كله هو هي امور حياتيه بالنسبه للمواطن المصري، ماذا ترد على ذلك؟ هو طبعا ده اكيد، احنا هو ده اصل الحاجه اللي احنا بنعملها، هو احنا لولا ان احنا لينا وجود هذا الوجود ما كناش اصلا نفكر ان احنا ننطلق خارجيا. لكن هو في مشكله احنا مش واخدين بالنا منها يا فندم، ان احنا مصر دكتور عمرو، طيب في واضح ان الصوت اتقطع، لان طبعا دكتور عمرو بيكلمنا من اثيوبيا، خلونا نحاول نتصل بيه تاني. طيب نخرج فاصل ونرجع بعد الفاصل يعني نشوف تقرير الطاقة معنا. طيب معانا دكتور عمرو؟ دكتور عمرو كده؟ ايوه سامع حضرتك دلوقتي يا دكتور، اتفضل. حضرتك بتقول لحضرتك احنا نصيبنا من الميه بقى 700 متر مكعب، وده اقل من ال 1000، 1000 متر مكعب هو الحد الادنى. يعني احنا عندنا احنا تحت خط الفقر المائي،
يعني عندنا مشكلة، والمشكلة بتتفاقم والسدود بتتبني في أفريقيا، وإحنا مش عارفين نعمل حاجة. فإذا تواجد الخارجية الحقيقة هي صاحبة المبادرة، ليه المجتمع المدني ما يحطش جزء من جهوده هناك؟ فالحقيقة استجبنا ورحنا، لأن إحنا حاسين ده واجب وطني. أنتوا بتحتفلوا في مصر بستة أكتوبر، وأنت لسه قايلة 6 أكتوبر ما يحتفلش بيها فقط باحتفال، ولكن بإن إحنا كلنا نتحرك. فإحنا بنقوم بدور وطني، جمعية رسالة وصناع الحياة واتحاد الأطباء العرب وحزب مصر كمان، جامعة القاهرة. معاك حزب مصر يا فندم؟ وحزب مصر طبعا. لا طبعا، لا 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 طبعا لا. طبعا لا، لأن ده لازم نفصل بين الأدوار طبعا. لا طيب، عايزة أشوف ملاحظاتك. عجبني السؤال يا مدام لميس، حلو السؤال. والله ده سؤال بريء. سؤال بريء والله. لا يا، طب ليه لا طبعا؟ لا عموما لا، أنا عايزة أسألك ليه لا طبعا؟ طبعا لأن إحنا هنا بنتحرك مصر، مصر كلنا. لا هنتحرك حزب، حتى كلمة صناع الحياة لما أنت قلتيها في الأول أنا ما كانتش عجباني قوي، لأن إحنا وفد مصر، مصر رايحة ولا حتى شخص. فأنا يعني إحنا فرحانين بالدور ده، إحنا حاسين إن إحنا بنقوم بحاجة حلوة قوي علشان بلدنا تشرب مية وتبقى مطمئنة وهي بتشرب، ولادنا مطمئنين وهو بيشربوا. ما ندخلش بقى العمل الحزبي في الموضوع. مظبوط. وأنت في أثيوبيا، أنا حضرتك وصلت أعتقد النهاردة أثيوبيا، وأنت هناك، هل هل عندك ملاحظات على موضوع السدود؟ هناك قلق مصري من السدود الإثيوبية على مجرى النيل، شفت حاجة؟ ملاحظاتك إيه؟ يا فندم موضوع السد مشروع قومي أثيوبي متفق عليه المعارضة والحكومة على حد سواء، وإن إحنا زي ما كنا إحنا كده بنبني السد العالي وشايفينه مشروع قومي، هم بينظروا للسد بنفس الطريقة. ولازم احنا واحنا بنتكلم ننظر بالاخر شايفنا ازاي. طبعا الاخر شايفنا ان احنا انانيين بنفكر في مصلحتنا فقط، وننسى ان هو كمان من حقه ينمي. وبالتالي الموضوع مش هيتحل بخناقه او ان احنا نقول طب نرجع للاتفاقيات، لان هو بيقول لك الاتفاقيات دي اتعملت اثناء الاستعمار واحنا اتحررنا. فبيقول طب الحل ايه؟ الحل اولا ان نعمل جلسه ثلاثيه، ودي اتعملت فعلا. انا النهارده مقابل رئيس الوفد اللجنه الثلاثيه المصري والسوداني والاثيوبي، يقعدوا مع بعض ويشوفوا ازاي السد ما ياثرش على حصه مصر من الميه. ده كلام عاقل. وفي نفس الوقت نروح للافارقه نقول لهم يا جماعه احنا مهتمين بيكم، وبنشوف ان التنميه عندكم جزء من دورنا تجاهكم. بصراحه كده يا مدام لميس الافارقه عدبانين علينا. ومعاهم حق. بيقولوا لنا طول عمركم، بصي الكلمه اللي بتوجع هي دي، مصر عماله تبص لفوق للشمال لاوروبا وما تبصش لتحت للجنوب. اذا كانت اوروبا نزلت للجنوب واشتغلت، ده احنا اقرب ليكم. شوف الكلام اللي يوجع. وانا صحيح انا بسالك سؤال وبسال المصريين سؤال، هو احنا ليه بنبص للشمال وما بنبصش للجنوب؟ صحيح. هي ليه صحيح. الجاليه اللبنانيه في افريقيا، انت عارفه حضرتك الجاليه المصريه في اثيوبيا كم؟ الجاليه المصريه المسجله 150 فرد بس، اللبنانيه بال 10,000 ناس جايه تشتغل يا فندم. في ثقافه عجق، في ثقافه تعب، ثقافه عمل وعرق. مظبوط. دي مش عندنا الثقافه دي يا دكتور للاسف. لا لان احنا متعاليين على افريقيا. احنا عندنا، انا شوفي انا بكلمك اصلا عايش دلوقتي وشفت الافارقه، الناس بيسبقونا يا فندم، والناس واللي بيجي افريقيا بياكل ذهب. اللي عايز يجيب فلوس يجي يشتغل في افريقيا. سوق عظيم مفتوح. وبقول للشباب الصغير رايح فين تاني يا دكتور؟ احنا خلاص بعد اثيوبيا هنرجع لمصر ان شاء الله، بس احنا هنطول في اثيوبيا شويه، لان حصه مصر من الميه 85% منها جايه من اثيوبيا. فهنقابل بقى مستشار رئيس الوزراء، وهنقابل الكنيسه، لها تاثير كبير، شعب متدين جدا. والحقيقه الكنيسه المصريه لها دور كبير هنا. طبعا. وبتبعت اطباء وقابلت الاطباء بتاعهم النهارده، حاجه مشرفه لمصر. فالحقيقه اثيوبيا محتاجه مننا مجهود مضاعف، والاعلام بيطلع ساعات تصريحات بتجننهم، لان هم بيقروا الاعلام يقعد يقول ده هم بيبنوا السدود باتفاق مع لضرب مصر مع اسرائيل. فالحقيقه انا عايز اقول احنا لازم نمد الجسور، استقبلونا استقبال رائع،
الوزراء هنا بيقولوا لنا هتساعدونا ازاي، احنا محتاجين مليون حاجه منكم، وهم عددهم قدنا 85 مليون يا مدام لميس. لا احنا عايزين هننتظر عودتك يا دكتور عشان نسمع عن تفاصيل هذه الرحله المثيره جدا. يعني الحقيقه ان احنا مهتمين جدا نعرف ماذا حدث في هذه الرحله المصريه الى افريقيا. بشكرك دكتور عمرو خالد، يعني عايزه اقول الداعيه الاسلامي، رئيس صناع الحياه، رئيس حزب مصر، لكن الحقيقه انه بيقوم بدور مهم جدا، ان الان جي اوز كلها، العمل الاهلي لا يقتصر على اعمال الخير هنا او التعليم هنا، ولكن يمتد خارج الوطن. دي فكرة جديدة وفكرة مهمة. نخرج فاصل نشوف تقرير عن الطاقة التي قال الدكتور مرسي عن الوقود، يعني قال الدكتور مرسي بالأمس أن ملف الطاقة أو ملف الوقود قد تم حل 75% من مشاكله، أو يعني تحقق 75% من المستهدف في 100 يوم. نشوفه ونرجع ونستقبل تليفوناتكم ونروح اسكندرية ونشوف منطقة اسمها ايه؟ الناصرية بعد الفاصل. خمس قضايا رئيسية تعهد الرئيس مرسي بحلها خلال 100 يوم الأولى من حكمه، ومن بينها أزمة الوقود. ومع قرب انتهاء هذه المدة الزمنية، أعلن الدكتور مرسي في خطابه بالأمس عن حل الأزمة بنسبة 85%. الميزانية اللي فيها الربع اللي هي أكتر من 130 مليار جنيه دعم للوقود، دعم بصفة عامة، الوقود فيهم 97 إلى 107، حوالين 100 مليار جنيه. المتوفر دلوقتي أنبوبة ونص لكل أسرة مكونة من متوسط 3 أفراد في الشهر. هذه التصريحات لم تلقى قبولا لدى البعض الذين أكدوا أن الأزمة لم يتم القضاء عليها جذريا، فتارة تهدأ وأخرى تعود للاشتعال مجددا. هي اتحسنت ورجعت تاني زي ما هي، الأمور بدأت تستقر شوية وبدأت تحل شوية الحمد لله. الواحد بيبات بره عشان يمول العربية. أنا بشيل الأربع صفائح ممكن عليهم 80 جنيه زيادة. بهدلة آخر بهدلة. إلى حد ما دلوقتي بعض المحطات بقت فيها سيولة شوية، ممكن تسيب شغلك في الشركة اللي انت شغال فيها بسبب الجاز. كذلك الحال بالنسبة لاسطوانات الغاز، فلا يزال المواطنون يعانون من غيابها وعدم توفرها بالمستودعات التي أغلقت أبوابها لعدم وجودها وقلة أعدادها، وإن وجدت فإنها تباع لهم بأسعار عالية. مش لاقيين الأنبوبة دلوقتي وصلت ل 75 جنيه، العربية بتيجي محدش بيموتوا بعض. زي ما قالوا هيخلوها تبع التموين ينزلوا لنا كوبونات، واحنا مكان ما هيقولوا احنا هنروح نغيرها. الأزمة مستمرة ولم تنتهي بعد، مما جعل البعض يصفها بأنها استعصت على الحل بعد أن عكس واقع الحل ضعف الرقابة الحكومية في السيطرة على أزمة الوقود. هشام الرباط، هنا العاصمة.